حنا كل القدرات، لي سيناريست، المخرجين، الممثلين، كلش كلش كلش، ديكورات فخمة، ديكورات خلابة، الجزائر شابة، ياو جمال الجزائر، ويا جمال الجزائر ما كانش، وليو راه تحلم تورني في الجزائر يا صاحبي. أما الرسالة، أنا كان عندي لقاء مع مصطفى العقاد الله يرحمه في القاهرة في 99، في 1999 لما كنت مع عمار العسكري الله يرحمه ثاني في مزارة اللصوص، ورحنا مثلنا الجزائر في هذا المهرجان. والله قال لي يا نضال هاك يبكي مصطفى العقاد الله يرحمه، يقول لي وعلاش ما جيتش تورنيت الرسالة في الجزائر وخليت ك ك ك ك ك يعني كهديه للاستوديو تاع مكه والمدينه وللجزائر، لانه بلد عظيم وراني نشوف بلي فيه حوايج كبار اللي غادي يجوا في السينما الجزائريه. راك شفت الناس كيفاش كانوا يخموا بكري، راك شفت كيفاه، باسكو كان الكايي، كان لاج دور، كان العهد الذهبي ذاك الوقت، يعني كنا مشهورين في العالم. وفي هذاك الوقت ثاني كيف كانت عندنا الصحافه الذهبيه الوحيده في العالم العربي وفي افريقيا.